اليوم جيناك مع تيغوان واحد اخر، ولكن نفس القصه، يعني نفس الحكايه، ديما دور التشيك شاعله، التيراج شويه ناقص كالعاده. تيغوان هذا مالغري راكم تشوفوا فيه فلونسيا وشو فيه لا دبلو، فيه في ترابارتيكيل وفيه لافانجيال. هو تقريبا الاكثريه تاع لي تيغوان هذو فلونسيا اللي كاينين في الجزائر فيهم غير فانوجيال برك، سي بريميو غير لافانجيال. هذا تيغوان فانتسيري الماني فيه ادبلو فابوجيال، شعلت له تشاك، التيراج تاعو شويه ناقص، نديروا له عمليه حذف الانظمه البيئيه اد بلو فاب ولا فانوجيال كالعاده بلا غارونتي، يعني بالضمان. نديوه نحيوا له الفلتر بارتيكيل ولا فانوجيال تاعو ونصوروهم ونعطيكم كيف لقيناهم، وبعد عمليه الحذف بربي ان شاء الله يتهنموا لها. الكليون هذا راه يشكي من مشكل انه تنقص له الزيت. هاي ليكم كارثه بام عينيها تاع تيغوان هذا 2016 فرونسيا. هاي ليكم فانوجيال تاعو، يعني بلا ما نشرح بلا ما نعلق بلا، يعني الصوره تكفي، صوره فيديو بدون تعليق. هاي ليكم فانوجيال تاعو كيفاه مقفوله، كاريمو مقفوله خلاص. عندكم هذا فيلتر بارتيكيل، هذه راهي تجي شبكه من دوم الشبكه هذه كامل، راهي مسكره الشبكه هذه كما راكم تشوفوا فيها، فيها غير الثقبه هذه، يعني التيغوان هذا كامل راه يتنفس من نابرك من الكميه هذه، من نص سنتيم هذا يتنفس تيغوان كامل. هذه كامل تجي شبكة، هاكم تشوفوا فيها مسكرة خلاص كيما راكم تشوفوا فيها، يعني من دون هذه المساحة كاملة هاو مليون.